صباحكم الله بالخير. 18/7 لا زلت اسجل من ون بلس 5. اليوم راح يكون عندي اكثر موضوع منهم موضوع التسويق الاجباري وطريقه التسويق له وفكرته التالي. الهواتف او الاجهزه الكونسولر اللي هي منصات الالعاب مثل بلاي ستيشن او الكمبيوترات او اللابتوب او الاجهزه بشكل عام، في كل نوع من انواع البزنس الخام في عصابه الخام، لان الباقي ترى مساكين. الخام يعني الثروات الاساسيه. خلوني ارجع شويه. قبل سنوات سامسونج قررت انها تسكر كل قطاع الهارد ديسك درايف وتوجه الاس اس دي، ولاقت كثير من الضحك والهزل عليها. ولكن خلال السنوات اللي اشتغلت فيها سامسونج لتصنيع اس اس دي، هي اليوم رقم واحد وتملكت غيرها وتملك اكثر من نص حصة السوق. كانت اللعبة بالسابق غير، كان في عصابات للهارد ديسك درايف ما كانت سامسونج تقدر تدخل عليهم، فقررت انها تاخذ خطوة للامام تروح للاس اس دي. اذا للدخول على عصابة موجودة سابقا لازم ما تلعب بنفس كروتهم ولا بنفس قوانينهم، وتصنع قوانينك الخاصة بنفسك. الحين نجي للموضوع الاصل اللي هو تحديث العتاد الاجباري والتسويق له. شنو فكرته؟ مع التحديث يكون عندنا امرين. الامر رقم واحد هو تواجد ستوك، يعني عندك مخزون تبي تتخلص منه فلازم تنزل سعره فتقدمه. وعادة اللي يستفيد من هذا النوع شركتين، شركة ضعيفة اصلا يعني تنطر السوق ينزل سعره علشان تسوي لك شيء، او شركة قوية، او شركة قوية بتسويقها القوي تقدر تقنعك وتمن عليك هذا الامر. واقول لك شلون. مثلا تواجد اليوم ذواكر 32 جي بي اي ام ام سي او يو اف اس، هذه الذاكرة اليوم ستوك تعتبر. فتيجي شركة ضعيفة تاخذ 32 بسعر منخفض وتحطه بجهازها المتوسط، فراح يكون خطوة للامام. كانوا اصلا 16 صاروا 32، حلوين. الشركات القوية شو تسوي؟ هو اصلا ما في 16 بالسوق، هي ودها تنزل 16، ما في 16 بالسوق، في 32، فشو تقول لك؟ يقول لك قدمنا لك والمنة عليك 32. هني يجي دور التسويق. التسويق لازم يقدم هذا الكلام بشكل لطيف، ما يقدم نفسه انا ما قدمته، هذه الحقيقة، لازم ما يقدم الحقيقة، يقدم الكذب. شلون يقدمها لك؟ لأننا نهتم بك، وعملنا إحصائية على حسابنا بتويتر، وشفنا أن 90% من الناس يبون ذاكرة دبل، ولأننا أقوياء وحلوين وقدمنا كاميرا جديدة احترافية تحتاج مزيد من الذاكرة فوفرنا لك هذه الذاكرة أحمد ربك، ولأننا حلوين ولأننا نهتم ولأننا جيدين وحنا أحسن ناس بالكوكب. هو ما في ستوك 16، ما في أصلا، ما في المصانع تقول يلا برا. وهذا دور خطير على التسويق، أنها تسوق منتج مو موجود أصلا، يعني تسوقك وتمن عليك وانت تصفق ومستانس، هذا تسويق جبار. الفكرة عصابات المصانع هي التي تصنع وهي التي تحدد نوعية العتاد كل سنة، والشركات الكبرى أو حتى الصغرى تجمع وتلمع. لأنني أهتم بالمتابعين، ولأننا حلو وانتو حلوين، ولأنني أبي أعطيك فترة من الراحة، أنا مضطر أطلع فاصل. مساكم الله بالخير من جديد. خلصنا الموضوع الأول وهو أن شركات أو المصانع هي اللي تحدد العتاد، والشركات اللي بعدها تلمع علشان تبيع. في عندي بالأسئلة وأنا أقرأ لقيت أكثر من سؤال يتعلق في الإعلان، وأن الناس مقبلة على هذا المجال، شنو الجدول الإعلان. بداية أنا عندي تحفظ كبير على المثل اللي يقول ما يمدح السوق إلا اللي ربح فيه. هذا الأمر مو صحيح، مو صحيح. المنصف حتى لو ما ربح يمدح السوق، يمدح السوق إذا كان السوق يستحق المديح وهو رجل منصف. أنا راح أقدم لك تجربتي وأزعم أن أنا من أوائل الناس، وأزعم أن أنا أكثر واحد حصل له فرص. بداية لازم تعرف أن الإعلانات أنواع، الأصل فيها إعلان مباشر أو غير مباشر، هذا أصل الإعلان. المفروض أن الإعلان غير المباشر يكون قيمته أعلى وتأثيره أعلى، المفروض في الدول المتقدمة، مفروض يعني. في أمرين راح تسمعهم بكثرة وهو الناشرين والمعلنين. المعلن هو اللي يدفع فلوس للناشر، والناشر هو اللي ينشر للمعلن. المعلن عنده أدوات، الناشر عنده أدوات. اليوم راح نتكلم عن الناشر وليس المعلن. بشكل سريع، أدوات المعلن هي أما شركات تتبنى ناس بالسوشيال ميديا، أو شركات ضخمة مثل أدسنس، أو الشركات اللي على شاكلتها للمعلن. نحن نرجع للناشر. الحين أنت ناشر، أفضل شيء والمطلوب في الشرق الأوسط أنك تكون شخص تافه أو مزة، هذا أكثر شيء يطلع فلوس هني، يعني هذا ما يبحث عنه الناس. أنت إما أنك تقدم اللي يبي الناس، واللي يبي الناس هذه الأشياء لأنها الأعلى مشاهدة، أو تتوجه حق أكبر بفك بالعالم.
التسلسل هو التافه، بعد التافه المزة، بعد المزة أكبر بفك بالعالم، بعدها الفضايح. طبعا في فضايح نظيفة، أقول لك شلون الفضايح النظيفة. هي أنك تستقبل شخصية وتسألها سؤال ظاهره بريء علشان تطلع إجابة تشد الناس، وعلشان تكون مشاهدة عالية عندك لازم تستقبل تافه مزة بفك تسألهم سؤال ظاهره بريء علشان تطلع منه مشاهدات. الحين في التقنية، خل الباقي في التقنية. في التقنية عندنا بعد، عندنا تافه مزبفك، ترى بالتقنية موجود هذا الأمر، وأقول لك شلون. ففي التقنية تقدر تبني مواضيع تافهة أو تجيب مزز أو تسوي بفك، اللي هي العناوين المضللة، العناوين الكذابة الكبيرة هذه. الحين طريقة الدفع للناشرين، يوتيوب طريقة الدفع واضحة، إما من خلال شركات أو من خلال أدسنس اللي هو الدفع المباشر من خلال يوتيوب، مضمون. يوتيوب يعتمد على عدد المشاهدات، عدد المشتركين، وأقدميتك والدولة، يعني عدد مشاهدات الدولة نفسها يتم تحديد المبلغ المدفوع. الويب سايت يعتمد عدد المشاهدات ويعتمد عدد الكليك، يعني التأثير، المشاهدة والتأثير، الكليك كم واحد ضغط كليك كم واحد شاهد، أدسنس. عندك كثير من المعلنين أفضل واحد فيهم أدسنس، أنظف واحد، يحط لك 3 إعلانات بموقعك، يعني طلعوا لك رقم مضمون شهري. في ناس تعطي أكثر في أماكن ثانية حسب. الحين عندك اعلان السوشيال ميديا، هذا له عالم، هذا له عالم، وهذا سابقا كان دكاتره الاعلام ينظرون فيه كله. والله يا نظروا عليه تنظير دكاتره الاعلام، انا كنت دفعت 2005 كان بدايته بذاك الوقت، تنظير وبطيخ ومناهج قديمه. مو موضوع، اعتذر منكم، انا عندي شغل متراكم مضغوط، راح اجل الحديث في اعلانات السوشيال ميديا وطريقتها بعد الفاصل. عودة من جديد، تكلمنا عن النشر وين ممكن تستفيد في مجال التقنية، وتكلمنا عن يوتيوب والموقع العادي، وأعطيك بعد التالي. بدأ عندك سوشيال ميديا، السوشيال ميديا يعني أمرها مو واضح، لأن هي مو شيء تأخذه حسب المشاهدات والكليكس، هي تقييم خاص. يمكن التحايل بشكل نظيف في كل السوشيال ميديا، ممكن التحايل في المشاهدات أو الاشتراكات، يعني على كثر ما تكون شخص احترافي في التحايل على كثر ما تقدر تقنع الشركات ان هذول المشاهدين. بعدين طبعا يبين بعد مدة التأثير، بعد مدة ومني لما الشركة تعرف ان انت مو مؤثر، انت اصلا تكون متعاقد مع اكثر من شركة، فالناس تعرف ان عندك شركات فيظنون انك زين. السوشيال ميديا، حساب سوشيال ميديا هو مو حساب بزنس يعتمد عليه، هو حساب مؤقت لفترة معينة تجمع منه فلوس. كل أمر يحتاج مجموعة من التنازلات، يعني إعلانك لشركة يحتاج مجموعة من التنازلات. من التنازلات مثلا أعطيك اللي أنا مريت فيه التالي. من التنازلات حذفة الوجه اللي بعدين تبين بالشكل هذا، أو الطرف الثاني يبي يوصل لك بالشكل هذا، حتى لو كنت تشتغل بشكل احترافي هو راح يحسسك كذي. وهذا أسوأ ليفل، اللي هو أن أنت تتواصل مع الشركة مو شركة تتواصل معك، لأن إذا أنت تواصلت مع الشركة تنازلاتك أعلى هني. إذا الشركة تواصلت معك هني ابسط، يعني الاحراج ابسط، ان هي حطيت انت رقمك مثلا او حطيت الايميل وشركه تواصلت معك، الحراج اقل. لازم في هذا المكان يكون عندك الرجل المناسب، يكون عندك الاسفنجه، رجل اسفنجه، من هناك يتهزأ، من هنا يتهزأ عادي، يعني اسفنجه. ولازم هذا الشخص ما تبين له انك انت جايبه علشان يكون اسفنجه، تبين له انه مدير اعمالك يعني، وهو طبعا موجود اسفنجه يعني، لكن هذا الوضع. من التنازلات الدايركت الواضحه المباشره الكذب، كذب ان انت لازم تكذب سواء في المنتج او في المجاملة او في غيرها، الكذب لازم يكون شعار. اذا من جديد، شلون ممكن تحصل على الاموال من خلال نشر محتوى؟ يوتيوب، موقع، او بالسوشيال ميديا. يوتيوب تنشر محتوى وتربطه بادسنس، ادسنس يحول لك الاموال لحسابك الامريكي، هذا انظف سيناريو، او الشركاء. موقع ويحتاج منك ترافيك عالي عشان يوفي حقه، يعني إذا ما كان ترافيك عندك عالي جدا ما توفي العملية معك. وأدسنس أنظف سيناريو بعد. سوشيال ميديا راح تحتاج عدد كبير عشان تلفت الانتباه، عدد كبير وتأثير كبير علشان تقدر تحصل على إعلان مباشر. كل اللي ذكرت ترى لو كان بزنس شركة خسران، لو كان مجموعة تيم خسران، يعني هو مفيد إذا كنت واحد. بالثلاثة، في حال التعاون مع الشركات يجب التنازل وتقديم الكذب، والكذب طبعا أنواع ومستويات. خلنا أقول لك أمر، والله ما أنتقص من قدر أحد، يعلم الله تعالى النوايا، لكن بقول لك الزبدة بكل صدق والله،
محل تجاري صغير ناجح يقدم لك أرباح أعلى من كل الهراء هذا المجتمع. المكان اللي هناك، ردود الناس مثل السم، قدمت لهم أو ما قدمت لهم، أذى نفسي، وقتك ضايع، تركض دائما. مع الوقت تفقد مهنيتك وتفقد مصداقيتك لأنك صرت سلعة، أنت صرت أصلا أداة من أدوات الشركات. أنا أشوف أن اليوتيوب والويب سايت والسوشيال ميديا يصلح للطلبة كعمل ثانوي مثلا أو كهواية، ما يتعدى هذا الأمر. يعني الفكرة لا تدش عليه بعشم، حطه واستمر وتابعه وكذا، طلع فلوس أهلا وسهلا، ما طلع فلوس لا تشرح عليه. الحين أعطيك تجربتي، يوتيوب ويب سايت والسوشيال ميديا، التجربة اللي أنا مريت فيها وأنا أزعم أن أنا كنت من رواد. يوتيوب راح يتم تزويدك بمنتجات، إما المنتج مجاني أو المنتج مجاني معاه كم فلس علشان أنت تحطه بقناتك علشان الناس تعرف أن المنتج نزل مثلا. انطبلت يا ويلك من الناس، وانذميت يا ويلك من الشركة علشان تحصل على الجهاز وكم فلس. فالقناة تستفيد فيها في إعلانات يوتيوب، والشركات تقدم لك منتجات عشان تستفيد من منصتك، ما في شيء ثاني. الويب سايت، إما أنك التنازل تنازل شديد وتسحق الويب سايت إعلانات أدسنس وغيرها وروابطهم، ولازم بهذا الشكل عشان تحصل على ترافيك وعندك إعلانات وتبي العجلة تدور لازم تحصل على شيء يدور اللي هو الأخبار، راح تصير جريدة صفرة. السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا مو لك كتقني، هي للمزز وللتافهين، فأنت ترى تأخذ الفتات، ولأنها ما فيها آلية نفس يوتيوب إعلان أو نفس موقعك إعلان، يعني ما في آلية نظيفة تجيب لك الفلوس بدون منة أحد، بدون نصب، بدون احتيال، فبالشكل هذا هي تكون ذراع تضرب فيه لليوتيوب واللي موقعك، وممكن تطلع منك فلس. يعني الأصل هناك، هذاك مضمون ثابت. فهي خلطة مجهود، مادة، محتوى، تنازل، كذب، مجاملة، ممكن تحصل على المال. المال الذي لا يساوي أرباح محل صغير ناجح، لا يساوي أرباح المحل أعلى، أو لا يساوي راتب وظيفة محترمة أو راتب وظيفة عادية مع بونس بسيط. متى تكبر وياك الأرقام؟ متى تقدر تطلع فلوس؟ لما تكون الثلاثة اللي ذكرتك، تافه، مزبفك. إذا كنت من الثلاثة الأوائل، تافه، مزبفك، فممكن أنك تبني عمارة خلال سنتين، ممكن خلال سنة، ممكن تقدر تستحدث ترى أمر اللي هو ما بين البفك والتقني، يعني يكون مثلا تفك. خلال فترة طافت مر علي المال، كان يحتاج تنازل، اتصل بالمدير فلان، قلقس عند المدير فلان، قلقس، طبعا هذا الأمر مرفوض ويخسي، ما عليه، تنازل قلقس عند هذا، تنازل لا تضغط الجهاز هذا، تنازل قول كلام لطيف، تنازل غير خطك، إنسان ثاني. شباب سهاري، أكمل الجزء الأخير يتعلق في مجاملة الشركات. أنا خلصت موضوع الإعلان، راح أفتح الردود وأشوف الوضع. عودة لكم، وأنا أقرأ الردود قمت أجاوب أسئلة فانشغلت زيادة. طيب نكمل الجزء هذا، الجزء هذا شوي حاد. بداية احتكاك الشركات فيني هي كانت بداية الشركات أصلاً لعمل قطاعات خاصة للإعلان من خلال السوشيال ميديا، لأن أنا كنت بادي مبكر. فهذه القطاعات في تلك الشركات إذا صح التعبير غير ناضجة للحين، أولها ما في، مو مستقرة، مو واضحة. أرجو الرجاء يا جماعة، يعني أتمنى أن توصل الفكرة مالتي بشكل لطيف، أن أنا ما أقصد أي أحد ولا يعنيني أي أحد. كل واحد يذكر ما واجه، حتى في عهد الصحابة في وصف مصر مثلا، اللي ذكرها بخير واللي ذكرها بشر، واثنين مصدقوا. فحاليا لا يروح بالك بالسيناريو أن أقصد فلان ولا علان، ولا أنا ما أقصد أحد، والنعم بالجميع، أنا قاعد أذكر لك اللي أنا مريت فيه. بداية دائما يتم التعامل معك كفرد، يعني دائما الشركة هي المجموعة، هي نحن، وأنت هو الفرد، أنت، وطول الوقت حاس إن المنة عليك، يعني حاس إنهم متجملين فيك ومتعطفين عليك ومعطينك الدعوة هذه، وطول الوقت يحسسون إنك إن أنت تبع، مع إنهم محتاجينك وجايبينك بثمن بخس، لكن يحسسونك إنك تبع. الحرص، كل الحرص على قناة اليوتيوب، مع ان انت جايهم من منصة احترافية فنية تشرح فيها امور خاصة ما تتحمل يوتيوب،
غالبا رأيك الفني ما له اعتبار، المهم هو انك تصور، والمهم انك تمدح وتقول كلام زين. اللي انت حصلت عليه هو دعوة لمعرض يتم استعبادك، هاشتاج معين في اليوم الفلاني يتكلم عن كذا، 4 مميزات كذا. طبعا انا اكثر شيء اثر فيني وللحين اذكره ويحز بنفسي حيل، ويمكن تقول اني قاعد ابالغ، لما اعطتني واحدة بوكت ماني. طبعا انا تم تسليم اكثر من واحد بوكت ماني، فجاني انا الظرف اخذته وجلدت نفسي جلد بالفندق لما اخذته. يعني انا اذكر انه كان موقف مهين لي والله، يعني هذه اخرته. في ذاك الوقت جاني احساس ان انا اجير، يعني ما بقولك عبد، مبالغ فيها شوية، ان انا اجير، كان صوتي عالي حر، صرت اجير. وفكرت ارجع الفلوس ثاني يوم، بس خفت احرج اللي معي، قلت انا ارجع لها فلوس خاف يفهموني غلط، شو الحل؟ لا، وبذاك الوقت واصلني احساس ان الشركة متنازلة وجايبتني، مو انا متنازل وجاي، العكس. يعني هو الاحساس عندهم بشكل هذا، هم فاهمين شيء هذا. بعدين يعطيني الجهاز ويقول لي اشرح، اقول له شنو نوع المعالج؟ يقول لي بكره تعرف. اقول له كم حجم الرام الحقيقي؟ يقول لي بكره تعرف. اقول انا ما اصور بدون لا اعرف. هني عاد عرفت انها بطيخ، انها تكسب بزنس وبطيخ المهنيه، خلها على جنب. فكرت، قلت الحين انا اذا كملت شنو المكاسب اللي راح احصل عليها؟ اوكي، هذه الشركه راح تجيبني عشان اعلن وشبح، هذه الشركه راح تجيبني عشان اعلن وشبح، وهذه وراح يزيد عدد التشبيح اذا كنت اصفق واطبل عدل. بعدين راح اكون المشبح المفضل عند الشركه، ممكن اجيب غيري، يعني افيد غيري يشبه معي. في ذاك الوقت كان عندي 100,000 مشاهده باليوم، يعني قلت ممكن تزيد الدبل. انا اصلا 100,000 مو ملحق، انشت من الليل والنهار علشان ما ارد، الدبل بيصيرون. طيب راح اكون مشغول في التشبيح للشركات، وفقدت متعتي في التقنيه. انا مو هذه متعتي في التقنيه، انا رجل فني اخذ الجهاز اعصره، مو هذه متعتي. ولا يوتيوب منصتي، يوتيوب انا حاطه كنت اشرح بسيف فرارب، واحد من الشباب قال لي ما اعرف اركب روم، قلت له تعال اشرح لك يلا. واحد ثاني سالني ايش، قلت له اشرح لك بعد. العلم انه في بدايات يوتيوب، ايام ما كانت الارقام تسوى، كان عندي 100,000 اول قناه و 100,000 ثاني قناه وخليتهم، لانه مو منصتي، مو شغلي هذا، ما يونس. دق علي القناه الفلانيه، يبي يقزرون علي، والله عندنا واحد جايبينه عشان ايفون، نبيك ترد عليه اندرويد. قلت تعرف منو انا ولا لا؟ اقول له انا مع شديد احترامي لك، معني ما اعرفك، لكن من باب انك انسان خلق الله، يعني انا اطلع بروحي، ما اطلع ويا احد، سموحه منك يعني، بس ما اطلع ويا احد. احنا عندنا موضوع يتكلم عن شنو احسن، جالكسي ولا ايفون. قلت له جالكسي ولا ايفون؟ وداق علي، سكر سماح سكر. تتصل علي قناه بدون اسماء عشان ما يقاضوننا، يقولون لي الضيف اعتذر، يكذرون علي الضيف اعتذر، فوالله لو تشوف لنا موضوع من هالمواضيع اللي تشد الناس، سناب شات وتصوير البنات وهالشغلات هذه. لازلنا في دائرة التنازلات، كذب هني كذب هناك، مجاملة هني، عمك اذنك، مسح جوخك، الشكل هذا يعني هذا نقصد فيها احد. دق علي واحد يبي يوصلني حق قناة مشهورة محلية، وافقت في البداية لما سمعت منه كلمة، يعني أنا وافقت جاريته، أنا رحت للمكتب لما سمعت كلمة وقفت اعتذرت. قال لي بشنو؟ قلت له بدون سبب. شنو بدون سبب؟ قال لي أنا أبي أطلعك، يبي يطلعني على قناة محلية، يبي يطلعني، يتجمل فيني، هو جايني ب20 مليون على اليوتيوب، 45 بالسنة على موقعي، يبي يطلعني. طبعا أنا سكت، اللي هي أسرها في نفسه، أنا أسريتها في نفسي بصراحة، سكت وقلت خله بعدين لها وقت. فهذه الشركة أنت تتنازل لها، هذا أنت تطوفة، هذاك يغار منك، هني تسمع لك كلمة مو زينة، هذاك يتجمل فيك، ليش؟ الرجال بغنى عن هذا الأمر. هني عاد قبل اعتزالي تقريبا بسنة قررت أني أوقف العشم في البزنس، العشم المالي أوقفه قبل الاعتزال بسنة. استجد أمر ما كان موجود سابقا، استجد أمر. سابقا أنا لما أجيب الجهاز يكون حصري عندي، لأن أنا شاري بحر مالي. الشركات صار عندها اللي هي يسمونها التكيف، قدرة التكيف، قالت احنا نخلي الحصري ربعنا يشبحون لنا، فقامت تعطيهم حصري، يعني يتم توفير الهاتف للشبيحة بشكل مكثف على اليوتيوب عشان تكون المادة موجودة على اليوتيوب اول الناس الاعلى بحثا هم ربعنا. والسبق لحقه، يعني السبق ممكن يزيدك 40% زيادة مشاهدات عن غيرك،
فلما الشركة توفر هذا الجهاز حق شبيح فلان قبلك، هني الشركات أفقدت كثير من الناس منهم أنا السبق، فهي قامت تعطي الهواتف بشكل خاص حصري حق شبيحتها. وطبعا بما أن جايني حصري ليش أطقه أطبله؟ والناس مؤخرا ما قام يفرق وياها هذا الأمر، هي خاطرها مثلا S8، تبي تشتري S8، تدش يوتيوب تكتب Galaxy S8 وتشوف أول 3 فيديوهات. فهو يبي يسمع الشيء اللي عجبه لأنه هو بيشتري المنتج، فما يبي يسمع عيوب وكذا، لا يبيك طبل لي زمر لي شنو الله لا صغره جمله الله. لاحظ معي يا أخي أن أنا عارف اللعبة وأنا رجل تخصصي إعلام وعلاقات عامة وإعلان وخبرة في التسويق والآي تي، وقدمت لك أنا النماذج كلها، يعني قدمت لك النماذج على المكشوف، لكن شيء مو زين للنفس، شيء سيء والله، ما تنام مرتاح أو أنا ما نام مرتاح. فأعيد لك مرة ثانية، كل هالزحمة والله العظيم بالحلال يطلع لك محل صغير ناجح، يعني لو تتعب على محل صغير ناجح يطلع كل هالزحمة. أبيك تميز ما بين أمرين، العمل الحر لا يعني التجارة، يعني أنا والله حر نفسي وقناتي وكذا ترى ما يعني التجارة، يعني لازلت أجير. أتمنى من الله تعالى أن الكلام هذا يفيد واحد يعني يستفيد من هذا الكلام، يطلع منه معلومة يطلع منه فائدة، واحد كافي. أكرر من جديد أني ما أقصد أي أحد، وأنا قاعد أتكلم ما في أي أحد ببالي، قاعد أنقل لك تجربتي كما هي بدون زيف بدون كذب بدون بهتان. أعتذر جدا عن الإطالة، لكن هذا الموضوع أكثر مرة بلغتني بقوله ما قلته بسبب انشغالي، فقلت خلنا أقول على بعضه. وراكم على خير.